للمزيد حول فعاليات اليوم الرابع من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك، معنا مراسلتنا أمينة السريري. تفاصيل هذا النهار الرابع وأبرز كلماته، أمينة تفضلي. كارولينا، يمكن القول بأن اليوم الرابع هو يوم الأزمات العربية بعد توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى العاصمة واشنطن. الحرب الروسية في أوكرانيا كانت تحظى باهتمام كبير خلال الأيام الثلاثة الأولى، خاصة مع مشاركة زيلنسكي في اجتماع الهامشي لمجلس الأمن هنا في نيويورك. استمعنا بداية هذا اليوم بطبيعة الحال الكلمة الافتتاحية كانت لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي وجه كلمته إلى قادة العالم بخصوص معالجة الأزمة اليمنية، رؤيته إلى الوضع الحالي في اليمن ما يخص المفاوضات السياسية، الوضع الإنساني لليمن، التهديدات التي تواجه مختلف أوجه الحياة في اليمن من الاقتصاد إلى الملاحة، والتهديدات التي وجه فيها أصابع الاتهام بشكل أساسي للحوثيين ومن يدعمهم إيران حسب كلمتهم. من المتوقع يعني أن نستمع إلى كلمة أيضا للرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذه القضية كانت حاضرة أيضا منذ اليوم الأول لافتتاح أعمال الدورة 78 للجمعية العامة، حاضرة أيضا في الاجتماعات الهامشية لعدد من المسؤولين الدوليين هنا. ثم أيضا هناك أزمة لا تقل أهمية حظيت أيضا باهتمام كبير، ذكرت في كلمات مختلفة لعدد من المسؤولين السابقين خلال الأيام الثلاثة الأولى، وهي ما يحدث في السودان. نترقب كلمة أيضا لرئيس المجلس القيادي عبد الفتاح البرهان. هذه واحدة أيضا من الأزمات التي يتباحثها عدد حتى أيضا من المسؤولين العرب الموجودين هنا على هامش أعمال الجمعية العامة، سواء في الاجتماعات التشاورية على مستوى وزراء الخارجية التي بدأت بالتوازي أيضا مع أعمال الجمعية العامة. ثم في الختام هناك واحدة من أهم الكلمات أيضا، كلمة الكويت. لكن اليوم بشكل أساسي التركيز هو فعليا على ثلاث أزمات تشهدها المنطقة، اليمن، السودان، فلسطين. وإن كان اليمن يحظى فعليا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية على الأقل بزخم كبير، كان واضحا من خلال اجتماعات وزير الخارجية أنتوني بلينكن المكثفة مع مسؤولي المنطقة، أبرزهم وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، وزراء خارجية كل من دولة الإمارات والسعودية، وأيضا لقائه حتى مع رشاد العليمي رئيس المجلس القيادة الرئاسية اليمني. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة من نيويورك، مراسلتنا أمينة السريري، شكرا جزيلا.